الطلبة والطالبات في حلقة جديدة من حلقات الدروس الخاصة بمنهج الحادي عشر العلمي لمادة الكيمياء، واليوم راح نتناول درس الخلايا الإلكترولوتية. تسمى العمليات التي تستخدم فيها الطاقة الكهربائية لإحداث تغيير كيميائي بالتحليل الكهربائي، ويطلق على الجهاز الذي تجرى فيه عملية التحليل الكهربائي اسم الخلية الإلكترولوتية. هل هناك فرق ما بين الخلية الجذبانية والخلية الإلكترولوتية؟ والآن نستذكر الخلية الجذبانية. هي خلية تنتج طاقة كهربائية من خلال التفاعلات الكيميائية، وهذا شكل الخلية الجلفانية. يتكون من نصفي خلية، نصف خلية خارصين ويسمى قطب الأنود، ونصف خلية نحاس يسمى قطب الكاثود. عند الأنود تتم عملية الأكسدة، وعند الكاثود تتم عملية الاختزال، وبسبب وجود الجسر الملحي سوف تتجه الأنيونات نحو قطب الأنود والكاتيونات نحو قطب الكاثود، بينما تتم حركة الإلكترونات من قطب الأنود دائما نحو قطب الكاثود. والآن لنرى ما هو تعريف الخلية الإلكترولوتية. هي خلية تستخدم لإحداث تغيير كيميائي باستخدام التيار الكهربائي، أي أنا بحاجة لمصدر للتيار الكهربائي، وهنا سوف يتم استبدال الفولتميتر بمصدر للتيار الكهربائي، وسوف يتم توصيل قطب الأنود على القطب الموجب للتيار الكهربائي، ويتتغير إشارة الأنود إلى الإشارة الموجبة، والقطب الكاثود سوف يتم توصيله على القطب السالب وتتغير إشارته إلى الإشارة السالبة، ولكن حركة الإلكترونات تبقى ثابتة من الأنود إلى الكاثود، بينما يتم اختفاء الجسر الملحي ودمج ما بين الخليتين لتصبح في كأس واحد. وهنا سنلاحظ الفرق ما بين الخلية الجلفانية والخلية الإلكترولوتية من حيث التعريف. الخلية الجلفانية هي خلية تنتج الطاقة الكهربائية من خلال التفاعلات الكيميائية، بينما الخلية الإلكترولوتية على العكس، هي خلية تستخدم لإحداث التغيير الكيميائي باستخدام التيار الكهربائي. أما بالنسبة إلى اتجاه سير الإلكترونات فهو ثابت من الأنود إلى الكاثود. تحدث الأكسدة عند قطب الأنود في كلا الخليتين، وكذلك عملية الاختزال تحدث عند قطب الكاثود في كلا الخليتين. يحدث التفاعل تلقائي في الخلية الجلفانية وغير تلقائي في الخلية الإلكترولوتية، بينما إشارة قطب الأنود في الخلية الجلفانية سوف تكون سالبة، أما الخلية الإلكترولوتية سوف تكون موجبة، وإشارة قطب الكاثود سوف تكون موجبة في الخلية الجلفانية وسالبة في الخلية الإلكترولوتية. سبب حركة الإلكترونات الطاقة المنطلقة من تفاعل الأكسدة والاختزال في الخلية الجلفانية، بينما الخلية الإلكترولوتية هي طاقة تمتصها الخلية من المصدر الخارجي كالبطارية. نلاحظ عزيزي الطالب التطبيقات على الخلية الإلكترولوتية. 1- التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم. 2- التحليل الكهربائي للماء. 3- التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم. ونأخذ المثال الأول. في التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم نلاحظ الخلية الموجودة، هي الخلية التي تجرى فيها التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم وتسمى بخلية دام. نلاحظ شكل الخلية، حيث أن ساق الكربون سوف يمثل قطب الأنود، بينما الوعاء المعدني سوف يمثل قطب الكاثود. ونلاحظ عزيزي الطالب في خلية التحليل لمصهور كلوريد الصوديوم، حيث أنها تحتوي فقط على أيونات الكلوريد والصوديوم، حيث تتجه الأنيونات نحو قطب الأنود الموجب والكاتيونات نحو قطب الكاثود السالب.
أما بالنسبة لنواتج التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم، نلاحظ معادلة انصهار كلوريد الصوديوم الـ NaCl الصلب بوجود درجة الحرارة يتحول إلى أيونات الصوديوم والكلوريد. وعند قطب الأنود سوف تتم عملية الأكسدة لأنيون الكلوريد، وتتم عندها فقد إلكترونين وينتج لي غاز الكلور، بينما قطب الكاثود سوف تكتسب كاتيونات الصوديوم إلكترونين وينتج لدي الصوديوم. التفاعل الكلي هذا مثل ما أنتم لاحظين أعزائي الطلبة والطالبات، هذا هو التفاعل الكلي لمصهور كلوريد الصوديوم. من استخدامات الكلور تعقيم مياه الشرب، صناعة البوليميرات، صناعة المنظفات، صناعة المبيدات الحشرية. أما استخدامات الصوديوم، مصابيح بخار الصوديوم، وكذلك يستخدم كمبرد في بعض المفاعلات النووية. التحليل الكهربائي للماء، هل الماء النقي يوصل التيار الكهربائي؟ ولماذا؟ لا، لأنه لا يحتوي على أيونات حرة الحركة. كيف يمكن عمل التحليل الكهربائي للماء النقي بإضافة قطرات من حمض الكبريتيك إلى الماء؟ التحليل الكهربائي للماء، هذه هي معادلة تفكك حمض الكبريتيك، ونلاحظ أيضا خلية التحليل الكهربائي للماء حيث أنها تحتوي على الماء وكاتيونات الهيدروجين وأنيونات الكبريتات. سوف تتجه أنيونات الكبريتات نحو قطب الأنود، بينما كاتيونات الهيدروجين سوف تتجه نحو قطب الكاثود. أما بالنسبة للماء سوف يتجه نحو القطبين. المواد المحتملة عند الأنود لدي أنيونات الكبريتات والماء. أما بالنسبة لجهود الاختزال هي التي ستحدد من سوف يقوم بعملية الأكسدة عند قطب الأنود، ومن سيقوم بعملية الاختزال عند قطب الكاثود. نلاحظ أقل جهد الاختزال، من هو أقل جهد الاختزال؟ لدينا هنا الماء، إذن سوف يتم لدي عملية الأكسدة، بينما عند الكاثود كاتيون الهيدروجين هو أكبر جهد اختزال، إذن سوف تتم عنده عملية الاختزال. أما بالنسبة لنواتج التحليل الكهربائي للماء، وهذه المعادلة عند قطب الأنود، وهذه المعادلة عند قطب الكاثود. هذا بالنسبة للتفاعل الكلي، تفكك الماء وينتج لدي غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين. علل، يعتبر حمض الكبريتيك مادة محفزة؟ الجواب، لأن عدد مولات حمض الكبريتيك اللي هو H2SO4 تظل ثابتة، ونلاحظ المعادلة أن عدد المولات ثابتة لا تتغير. الاستنتاج، يتأكسد الماء عند الأنود ويتصاعد غاز الأكسجين. 2، تختزل كاتيونات الهيدروجين عند الكاثود ويتصاعد غاز الهيدروجين. 3، تظل عدد مولات حمض الكبريتيك ثابتة. 4، حجم غاز الهيدروجين يساوي ضعف حجم غاز الأكسجين. علل، لأنه نتج من أكسدة الماء نتج عندي 1 مول من الأكسجين، ومن اختزال كاتيون الهيدروجين نتج 2 مول من الهيدروجين. ونلاحظ عزيزي الطالب التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم، هذه هي خلية التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم، حيث تحتوي على كاتيونات الصوديوم وأنيونات الكلوريد والماء. أنيونات الكلوريد تتجه نحو قطب الأنود الموجب، بينما كاتيونات الصوديوم تتجه نحو قطب الكاثود السالب. أما بالنسبة للماء سوف يتجه نحو القطبين. المواد المحتملة عند الأنود هو أنيون الكلوريد والماء، الذي يحدد عملية الأكسدة صاحب أقل جهد الاختزال، نلاحظ هنا الماء، بينما عند قطب الكاثود نلاحظ صاحب جهد الكبير لدينا هو الماء، فهو تتم لديه عملية الاختزال. ولكن كانت الأكسدة عملية لحظية، لماذا؟
بسبب تصاعد غاز الأكسجين عند قطب الأنون، مما يؤدي إلى ارتفاع جهد الماء، فبالتالي عملية الأكسدة سوف تذهب إلى أنيون الكلوريد. نواتج التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم، هذه هي معادلة الأنود وهذه هي معادلة الكاثود عزيزي الطالب مثل ما هو موضح أمامك، وهذا هو التفاعل الكلي حيث سينتج لدي غاز الكلور وغاز الهيدروجين وأنيونات الهيدروكسيد. الاستنتاج: يتصاعد غاز الكلور عند الأنود، 2 يتصاعد غاز الهيدروجين عند الكاثود، 3 يصبح الوسط قاعدي عند الكاثود ويمكن أن يحول لون الكاشف أزرق لبروموثيمول إلى اللون الأزرق. التقويم: علم بما يلي تعليلا علميا صحيحا. 1 يتحول لون كاشف أزرق لبروموثيمول إلى اللون الأزرق بسبب حدوث عملية اختزال للماء، ويزداد تركيز أنيون الهيدروكسيد ويصبح الوسط قلوي. 2 يعتبر حمض الكبريتيك مادة محفزة في خلية التحليل الكهربائي للماء، لأن عدد مولات حمض الكبريتيك H2SO4 تظل ثابتة. ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلا من الجمل التالية: 1 عند التحليل الكهربائي للماء المحمض بحمض الكبريتيك المخفف، فإنه تقل عدد مولات حمض الكبريتيك بالمحلول. عند التحليل الكهربائي لمحلول مركز من كلوريد الصوديوم، جميع العبارات التالية صحيحة ما عدا: يتكون هايبوكلوريد الصوديوم عند رفع الحاجز. مسألة: يوضح الشكل عملية التحليل الكهربائي لمحلول يوديد البوتاسيوم باستخدام الأقطاب الخاملة، فإذا علمت أن جهود الاختزال كالتالي: الماء عند الأنود والماء عند الكاثود، نلاحظ جهود الاختزال لأنيون اليوديد وكاتيون البوتاسيوم. المطلوب: 1 التفاعل عند الأنود سوف يكون لأنيون اليوديد لأنه صاحب جهد الاختزال الأقل، فسوف تتم له عملية الأكسدة، بينما التفاعل عند الكاثود سوف يتم للماء لأنه صاحب جهد الاختزال الأكبر. أشكركم أعزائي الطلبة والطالبات على حسن المشاهدة، أتمنى أن تكونوا استفدتوا، ونشوفكم الحلقات الجاية.